يا صباح الخيرات. صباح الفل يا استاذ كريم، صباح الفل. صباح الهنا والنصر حقيقي، يعني حاجه امبارح قدمت محترمه جدا من منتخب عربي، مش هنقول شقيق، منتخب عربي اكيد، بالتالي كنا بنتكلم عن نفسنا، يعني حاجه اسعدتنا كلنا. بس سؤالي بقى وعايزه اجابه حقيقيه، اوكي؟ اتفضلي. صريحه، فضلي. هل كنت متوقع فعلا فوز المغرب ولا كنت حاسس ان الموضوع الى حد ما في تشالنج او في صعوبه بصراحه؟ لا، هو المغرب طبعا بنبارك للمنتخب المغربي الشقيق، وزي ما حضرتك قلتي ده اكننا بنبارك لنفسنا بالظبط، يعني هو خير سفير طبعا للقاره السمراء وفي نفس الوقت للعرب، يعني ادى اداء وقبل بلاء حسن في البطوله. انا شايف ان المغرب طبعا، انا كنت متوقع ان المغرب هيوصل لاكتر من كده، يمكن على صفحتي انا الشخصيه كتبت ده ودونت ده من المباراه اللي من دور او من المجموعات، من دور المجموعات، لما توقعت ان هو هيوصل في هيعدي للدور الثاني اللي هو دور ال 16، وتوقعت كمان ان هو هيعمل مباراه كويسه قصاد، ما كنتش اتوقع ان هو هيقابل اسبانيا او ان اسبانيا هتبقى ثاني مجموعتها، لكن توقعت ان هو هيقابل اي فريق ممكن يعمل مفاجاه، لكن ما كنتش اتخيل. توقعاتك دي كانت بناء على ايه؟ يعني شفت ايه فاطمنت وقلت لا المغرب ان شاء الله هيوصل لل 16 ويعدي كمان ال 16؟ انا لقيت ان المغرب واخدين الموضوع بجديه كبيره جدا، عندهم مجموعه لعيبه جيده، عندهم جبهات في الملعب ونص ملعب، وعندهم مدير فني على اعلى مستوى، عندهم ترجمه للفرص المتاحه بالنسبه لهم بشكل جيد. الفريق الوحيد اللي موجود في، يعني انا طبعا احنا الاداء اللي اداه طبعا المنتخب السعودي كان جيد جدا، يمكن هو في الاخر بس الدنيا ما ظبطتش معاه. طبعا باقي المنتخبات سواء تونس سواء الكاميرون سواء قطر، طبعا يمكن قطر كتنظيم كدولة نظمت على أعلى مستوى، ويمكن احنا بنستمتع بنسخة هي الأفضل على مستوى التاريخ، ولكن كفريق يمكن لم يعد الإعداد الجيد للبطولة. لكن أنا بتكلم إن المغرب، لا المغرب بيأدي أداء مختلف تماما، عقلية مختلفة جدا، تحضير مختلف جدا، نوعية اللعيبة والكواليتي بتاع اللاعب مختلف جدا. شايف انه الراجل اللي هو وليد الرجراجي ده راجل بيدير المباراه بشكل كويس، في ماتشات بتحس ان هو الفريق منطلق وبيلعب كره كويسه، واحيانا بيقفل ويلعب على المرتدات، فمفيش تراك واحد شغال عليه، شغال كل مباراه بظروفها وباحتياجاتها، فالراجل شغال بشكل جيد. الاداره الفنيه مهمه جدا جدا، ومهم جدا ان اللعيبه تؤمن بفكر المدرب، والمدرب يكون واثق في امكانيات لعيبته، فده حاصل من خلال المنتخب المغربي. حلو جدا. لا احنا شفنا حاجه محترمه بصراحه.